سبب خراب البلد. أنا كلامي موجه للسيد علي خامنئي اللي جاب هاي الأحزاب واللي يدعمها والدمار والحضارة اللي مردها بالعراق. عندنا 69 حزب كلهم يملكون فضائيات، ولا فضائية تجي تغطي المظاهرات. هاي رسالتي للسيد علي خامنئي، نقول له أخذ ربعك العملاء اللي يشتغلون باسم العراقيين، خلي ياخذ ربعه هناك، لان هم ذولا يكتلون بالشعب العراقي وما خلوا، يعني حرقوا النسل، حرقوا الاخضر واليابس. لا حضاره، لا تعليم، لا ثقافه. العلماء كتلوهم، الطيارين كتلوهم، حقوق الشهداء اللي معركه القادسيه كلها قطعوها. فخلي ياخذ ربعه احسن، لان هي هاي ساعه الصفر الساعه عليهم. احنا ما نرتكب اخطاء مثل ما هم يرتكبون. هاي الناس، هاي الشباب اللي كلها عطالة بطالة وكلها خريجين، شنو ذنبهم؟ يعني يقول لك بأي نفس قتلت؟ هاي النفس يعني بالموت البطيء. فهاي رسالتي للسيد علي خامنئي، احنا ما عندنا. هو يقول انا شيعي. الشيعي ما يقتل، والشيعي ما يخرب، والشيعي ينقل رسالة الإمام علي عليه السلام. فاحنا جايين هنا مسلمين، ما لنا علاقة شيعة أو سنة. بس هو ده يقول انا شيعي، جايب ربعة باسم العراقيين يقتلون بالعراقيين. وين هالفضائيات مات العراق؟ وين هالتغطياتهم؟ خلي العالم يشوف هذا الشعب اللي دين كتيل اليوم يعني أكثر من 1200 جريح وشهيد على اليمن. يعني شهداء مو 12، أكثر. بس تغطية إعلامية وزارة الصحة تتعتم على الموضوع. فهاي الناس يعني حوبة من؟ احنا نريد الأمم المتحدة تتدخل، ما نريد أي واحد. الأمم المتحدة هي اللي تاخذ الحكم سنة وبعدها يصير دستور جديد وقانون جديد، وخلي هاي العالم تعيش بسلام. هاي الخليج عايشين احسن عيش، احسن من عندنا. انا شغلي كله برا مو هنا. بس انا اتالم ما سافرت لا اشوف هاي الناس، وجيت انا اشارك بالمظاهرات. انا رجال متقاعد، انا خدمت 33 سنه، يعطيني 400,000 انا ولا عن راتب، حتى لو يقصون الراتب. بس خلي الناس تعيش بسلام كافي. 15 سنه تفجيرات وحروب هم مختلقيها. من يفجر؟ يعني يتخاربون وما يفجرون على الناس. هاي رسالة السيد علي خامنئي، خلي يسمعها كل زين. انا رجال ومعروف، احنا بالحله معروفين. فخلي ياخذ ربعه كافي تخريب البلد لهنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احكي لك من الاخير، الشعب العراقي كله يحكي، احنا نريد نظام جمهوري، ما نريد نظام لا برلمان ولا مجلس محافظه، لان كافي طلعتوا من طوركم وعيب عليكم، عيب. الشعب تعب ترى وطلع من طوره، كافي، احترموا نفسكم. بكتوا وسلبتوا ونهبتوا، الشعب تعب، يريد نظام رئاسي لا برلماني. مجلس محافظة بكتوا بيه، مجلس النواب شو مقدمين هذا بالبرلمان اللي من يطلع راتب 8 او 10 ملايين عدد اللي غفل المليارات ويستلم تقاعد 8 ملايين؟ ليش الشعب مو شعب يريد؟ مو كافي. هو اقول لك، احكي لك همتين، اوجه له رساله، يسمعني بلكت الله يسمعني عادل عبد المهدي، اوجه له رساله، اقول له لا ينفع لا مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. شو تقول له لله سبحانه وتعالى؟ هسه احنا خطار على هاي الدنيا وعيب عليكم باشر عقبه، شو نقول لله سبحانه وتعالى؟ شو نقول له؟ نقول له المليارات هاي وين وديناها؟ شبقنا، سلبنا، شنهبنا؟ عيب عليكم وكافي. الشعب تعب كله، يريد نظام جمهوري لا برلماني ولا هاي. الشعب كله، كل المحاور ما يريد احزاب. هو من يصير جمهوري كل احزاب ماكو. نعم. الاحزاب تلغي، لان هم الاحزاب، وما نسميها احزاب بصراحه. انا ما اسميها، اني ابن الحله ما اسميها احزاب، اسميها
عصابات، ما اسميها ميليشيات، مو ميليشيات وانما عصابات. البدايه احنا نشغل قناتكم لان اليوم هازرت المظاهرات وشد ايدي بايدك وتوصل صوتنا، لان انا تحدث انه اريد باقي الاعلاميين يجي يقف متكتر او بنهايه المظاهرات ياخذ له لقاء واحد اثنين وبالخبر اقعد اسمع القنوات انه ما بدون ذكر اسماء يقول والله ماكو شيء وماكو شيء. اني بالنسبه لي لو بذاك الوقت اكو يعني اكو نت واوصل التصوير اللي عندي لا حرامات، والا باقي القنوات اللي يطلع لك فاره وبزون واللي يطلع اي حقيقه لا تضحك طلع لك مال يوزر سيف. اسمعني اسمعني، نادرا تلقى قناه توصل صوت المتظاهرين. احنا هنا من باقين واليوم مبات وباكر وعقبه، احنا نريد الاعلام. الاعلام مثل ما قلت لك انه مثل القاضي. انا احكي لك انا احكي لك انا ادرس قانون، باكر عقبه من اصير وياك ويا غيرك ويا الظالم من المظلوم. فانت بالنسبه لك الاعلامي هم توصل صوت الظالم وتوصل تعرف المظلوم شو يريد والظالم انه تخلي حد له. فاحنا هذا اللي نريده، مو نريد انه يجي ياخذ له لقاء اثنين ونشكركم وما ادري شنو. اليوم انتين مظاهرات يجينا ب 12 بالليل يقف هنا ويباوعوا وماكو متظاهرين، لا احنا اكو واليوم باقين وبايتين. اضافه للقرارات اللي طاها هسه الدوله اللي العالم الاكثريه مصدقتها اللي 150 واللي 175 وهسه سووها 120. اسمح لي جايك بالتسلسل، انا متابع، انا مو جايك من الاستعباد احكي لك، لا انا متابع الدوله ايش تطق. زين هل يا ترى انه هاي الدوله عندها هيك ميزانيه تطي للمواطنين هذا المبالغ الهائله؟ يستحيل، ماكو اراضي سكنيه، شقق، ما اعرف شنو. زين هاي وين كانت؟ لا انا متحكي لك كان هن كل القرارات اللي طوهن. زين هي ترى انت راح تجينا 2020، انا متاكد انت 2020 اذا هسه انطى ال 20 شخص ب 2020 راح يعطيك عجز بالميزانيه. هاي الاموال اللي راح ينطيها هسه ب 2020 شو راح يعالجها؟ صح يقول عندنا فاض، لا ما عندنا فاض احنا. وهذه القرارات مع احتراماتي للعالم وقرار عادل ابو العدس اللي هسه انطى، من المستفيد من عده؟ ترى مو المتظاهرين، لا مو المتظاهرين، اللي استفاد من عنده ابو المكتبه اللي هاي العالم الفقره اللي خطيهم صدقه. كم واحد مع احتراماتي اللي ما راح، انا ما رحت ولا اروح لان حرامات يطلع 10,000 لو 5,000 هو ما عنده، اشتغل عماله ب 15 يروح يقدم ب 5,000 او ب 10,000. هذا اصلا العالم المفروض تطلع. وانا اتمنى من اخوتي الموجودين كلهم اليوم يباتون، احنا بايتين، واللي موجودين ان شاء الله ما يروحون. وللثنين الاثنين الدوام هذا الموظف مني يروح، احنا من نبقى هنا معتصمين حتى يعرف انه ماكو دوام بعد، خلاص ماكو دوام. انا بالنسبه لطالب جامعه هاي هذا الاسبوع كله اضربه، ما عندي كل اشكال. بداية اليوم احنا طالعين مظاهرة، طبعا نستنكر اللي هسه المتظاهرين بالبداية القتل المتظاهرين، وهذا نستنكر اللي العفو الامر الاصدارات اللي امروها ضد المتظاهرين. مظاهراتنا سلمية احنا بكل محافظات بغض النظر عن مظاهرتنا اليوم محافظة بابل. وطبعا احنا اليوم مطالبنا هواية، كل شخص طالع اليوم يعبر عن رأيه ومطالب عديدة منها، تعديل طبعا تعديل هواي قرارات وزارية، تعديل الدستور، إلغاء مجالس المحافظات، إلغاء عفوا رواتب البرلمان اللي هي تتجاوز أرقام خيالية، طبعا إلغاء التقاعد الكل الرئاسات الثلاثة، إلغاء تقاعد البرلمانيين، المدراء العامين ذو المراكز المهمة يعني هسه الموجودة، مجالس المحافظات إلغاء تام. وطبعا هاي الشروط وهاي المواضيع ما تتحقق الا بقضيه واحده واللي هي الاستفتاء. طبعا الاستفتاء وهاي مظاهرتنا اليوم وخروج هسه للشارع، هذا كل الخارجي اللي تظاهر هذا عباره عن استفتاء. اليوم الدوله لازم تبدل، لازم تغيير دستور اللي هو من برلماني الى حكم رئاسه جمهوريه، رئاسي، حكم رئاسي اللي هو يتمثل استفتاء شعبي، وهذا من شروط الدستور، التغيير من نظام الى اخر يتضمن استفتاء. والاستفتاء هذا يشوفونه قدامك هسه المتظاهرين مال الشوارع بكل المحافظات،
وهاي مطلب رئيسي هذا. وطبعا اللي الحكم الرئاسي العفو هو يشمل هاي المطالب كلها، احنا نتجاوزها. طبعا راح نتخلص من الفساد، الفساد الاحزاب راح ما امكانياتها تضعف، هواي اشياء راح تتخلص من خلال الرئاسة الجمهوري وتحويل الى رئاسي. اول القول نستذكر بقول الامام علي عليه السلام: لا تطلب الخير من بطون جاعت ثم شبعت، لان الخير قد جف فيها. احنا ايش نترجى من الحكومه اللي كانوا بالشوارع وجابهم برايمر ها ومصايين من عده انه يبددون الثروه العراقيه؟ لا خلوا قطاع زراعي ما مردوه، لا خلوا قطاع صناعي، لا خلوا قطاع صناعي ما نهوه، لا خلوا قطاع تجاري ما نهوه. حركت الحنطه، قتلت السمك، حركت حقول الدواجن، وقفت الصناعه، وقفت التجاره. ايش تترجون من هذا الشباب هالهايج؟ وقفت الاف من الفلاحين، الاف من الصناعيين، هاي كلها نتائج. هدمت المدارس من 2011، آلاف المدارس هجمت على رؤوس طلاب. 11/2011 أعتقد، مو صحيح لو لا، لحد الآن ما انبنت أي مدرسة. طلابنا قاعدين على الشارع، ما حد لا لهم رحل، ثلاث دوامات، الحركات لهم لا كهرباء لا مولدات، القطاع العلمي نهيتو، مدارس ماكو، آلاف المعلمين يتخرجون كل سنة ما يلقون مدرسة يدامون بها ويتعينون بها. مدارس الأهلية غزت المحافظة، القطاع العام والمشترك كل نهيتو للصناعة، كل صالح إيران وغير إيران، كل صالح تجارة الإيرانية. أول قضية المفروض المتظاهرين يطالبون بها هي إلغاء قانون الانتخابات اللي على ضوءه قانون بريمر، اللي على ضوءه أقيمت الانتخابات على شكل محاصصة. كل الأحزاب اللي موجودة بالعراق وخصوصا الأحزاب الدينية اللي ركبت على أكتاف الناس ونهبت أموال العراق، هاي واحد. ثانيا الحلول الترقيعية اللي قامت بها الحكومة لإسكات الشعب ولإخفاء الصوت العراقي لا أعتقد أنها تنفع. السبب: أين كانت الحكومة طيلة فترة 16 عام من سقوط النظام السابق؟ لماذا بدأت الآن؟ كانت تشيع سابقا بأن البنك الدولي حدد عدد التعيينات. البنك الدولي هو الذي حدد التعيينات بسبب حجة أنه ميزانية العراق لا تكفي والأعداد هائلة ولا يمكن التعيين. طيب لماذا الآن في هذا الوقت بدأت تطلق التعيينات؟ إلى أن وصلت إلى المأزق الحقيقي اللي وضعها به المتظاهرين يلا بدأت تطلق التعيينات، هاي واحد. ثانيا هاي الأجيال اللي تخرجت أجيال تراكمية، تخريج تراكمي عام بعد عام، لماذا لم توفر لها فرص العمل خلال هذه الفترة الطويلة؟ ثالثا المصانع المغلقة التي كانت، أنا من مواليد 65، محافظة بابل بها أكثر من 50 مصنع، هذه المصانع كانت تأوي أو خلينا نقول يعني مصدر ومورد لعشرات العوائل بل مئات العوائل من خلال هذه المصانع. بسبب كون أعضاء البرلمان ومن تولى الوزارات والمستشارين كونهم هم تجار أغلقوا المصانع على حساب الشعب العراقي،
لمصلحة تجارتهم. من ساحة التظاهرات وباسم المتظاهرين وباسم الشهداء، كلا للفاسدين وكلا لمن سرقونا باسم الدين وكلا للأحزاب السياسية وكلا للمحاصصة. خلنا نحكيها بلغتنا العامية، أنا كشاب خريج بكالوريوس إعلام جامعة بغداد أطلع أشتغل حلاق، أنا ممكن أعيش ب15,000 أو ب20,000 عادي أعيش، وكل الشباب نقدر نعيش ب20,000 أوكي، بس أريد سيادة، أريد بلد، أريد هاي الأحزاب السياسية تنتهي من العراق. ليش أنا سادة حسي من الصبح لحد الآن أنا أحس أنت على شنو؟ أنا عايش، هذا الفقير شوف هذا أحد الفقراء الموجودين بالعراق، هذا ما يقدر يشتغل، أنا أقدر أشتغل، الموجودين يقدرون يشتغلون، هذا ما يقدر يشتغل، نريد إعانة، نريد ذولا نعينهم، نريد الجيل الجاي نريد نعينه. وللمعلومة هاي مو بسببنا، بسبب الأجيال السابقة، حزب البعث، وبسبب أبهاتنا، أنا أحكيها بسبب أبهاتنا وبسبب أخواننا الكبار وبسبب عمامنا اللي ما طلعوا، إحنا الأجيال اللي يقولون عنا أجيال الكيكية وأجيال البنطلون الطافر، لا إحنا ثبتنا موقف وإحنا معتصمين هنا بمحافظة بابل، وإحنا مرخصك عزيزي، إحنا قاعدين هنا بمحافظة بابل ومعتصمين جاي نثبت للأجيال القادمة إنه إحنا جيل كفو، جيل وقفنا وساندنا ورجعنا حكومة. وخليجي سني، خليجي شيعي، خليجي يهودي، خليجي صابعي، أي واحد خليجي يحكم العراق شنو يعني؟ واللي يجي غصب عليه راح يخاف من عدي، أوكي صابعي يهودي مسيحي أي واحد راح يخاف من عدي. وإن شاء الله إن شاء الله هاي هذا عرق المتظاهرين ما يروح ببلاش. من سقط النظام فرحنا وجينا وانتخبنا كنا ورحنا بصمنا بالعشرة باسم انه ديمقراطية حقوق الانسان كنا نحلم بيهن، طلعت كلها كذوبة، مجرد احزاب سياسية تحكم باسم الدين وكلها اكاذيب، اي دين ماكو، مجرد شيوخ عشائر واحزاب رؤساء احزاب وكتل متسلطين هدفهم السرقة فقط، ما شفنا اي نتيجة من عندهم، وإذلال وبصورة غريبة، يعني رئيس مجلس محافظة يقيلوه ثاني يوم يرجع، ورا أسبوع يقيلوه ثاني يوم يرجع، كلها أحزاب طبعا المتظاهرين. الدم العراقي هيك صار رخيص؟ الدم العراقي متظاهر يموت، السلطات كلها باقية بمكانها ما تتحرك، عيب عليهم. فقط نريد استقالة، لو نسمع واحد مستقيل نقول شغلنا جاب نتيجة. لحد الآن إخوان أي نتائج ماكو، مجرد نظاهر وتعب ماكو، ولحد الآن مع الأسف البعض خطابات تدخل بها الدين والأحزاب السياسية. نحذر إخواننا المتظاهرين من الأحزاب السياسية اللي يبلشون بمشاعر الناس فقط البسطاء، يجيب اسم الدين وباسم السلطة مالته وهم منتفعين وقاعدين ببيوتهم، وإحنا هنا تعب وضيم وكل شيء ما حصلوا شبابنا. بس إن شاء الله من اليوم بداية، إن شاء الله هدفنا إلغاء مجالس المحافظات وإلغاء الأحزاب السياسية إن شاء الله. الوطن مو سلحة رخيصة وبالدكاكين، الوطن مو سلحة رخيصة وبالدكاكين، الوطن ريته وهويته ساكن بوسط العين، الوطن أمي وأبويا وأخوتي الاثنين، الوطن لو طاح تذبحنا سجاكين، الوطن هذا العراق اللي بيه نهرين طبع دجلة وفرات اللي يجري الحين، ما كلهم ذولا حكوا، بس أدق لك شغلة واحدة، الحلبوش اللي هو خاليه رئيس مجلس النواب من يطي ثلاث أسابيع عصا سحرية عده، أنت من هاي وقيس بس هاي اللي أقول لك إياها، ثلاث أسابيع يسوي فتح الدفاع وفتح إنه ما عدى عطالة بطالة يعينه ويطي راتب ثلاث أسابيع، بس أنت بس بهاي القيس، أنت أنا أحكم ضميرك من هذا يقول ثلاث أسابيع أنا راح أسوي لك كل شيء، عصا سحرية عصا موسى عدى، أنت من هاي وقيس إذا هو خالي رئيس مجلس النواب لحد شتري الباقي إيش راح يسوون؟ شيء كذب بعد أكثر من بس هاي عد، إذا هو رئيس مجلس النواب يقول لك ثلاث أسابيع وعينك. كلاوات كلها حكي، هذا كله تخدير، ان هذا الصوت راح وهذا كله تخدير، وباكر وعقبه مطالب كل شيء مريده، مطالب بسيطه، احزاب من جت الاحزاب من جتي كلها كانت برا، كلها كانت خايفه ونايمه، هسه طلعت، ليش طلعتوا هسه؟ ليش طلعتوا؟ ما كنتوا طالعين قبل، ليش هسه طلعتوا؟ شفتونا فقره؟ كان اكو شخص الله ينعله والله يرحمك ناس تقول راح، ليش طلعتوا هسه؟ ليش ما كنتوا طالعين بوقته؟ احزاب ما نريد، احزاب كلها انهكتنا، برلمان ايش قد خالين 380 360 راتبهم ملايين،
شعب نظ فراش هذا شايفه بالبلديه ياخذ 200 لو 150 ولاحقي عليه يقطعوه لو ما يقطعوه يعني 200 ولاحقي عليه وهذا بالملايين ما يلحقوه. بس هاي احنا مطالبنا انه احزاب ما نريد مجالس مجالس نواب ذول النواب ما نريد بمكان ما فلوسهم اعطيهم اشغل بيهم فلوسهم. احنا نريد مجرد شخص واحد يحكمنا على مود مني يبوق ونقول ماكو احنا جحنا على مود نعرف بس هذا الشخص نروح له وين نروح؟ نروح ل 380 نروح لمجلس المحافظه نروح للمحافظ وين نروح؟ تايهين الف واحد. خمس دقائق نودي بسيارات الدولة من قبل القائد شرطة بابل أنه يمنع مداولة أي جلسة لمجالس المحافظات في محافظة بابل ويلغى أي جلسة في أي مكان في مجلس محافظة بابل. يعني قرار هسه الآن من قيادة محافظة بابل تمنع أي جلسة لأعضاء مجلس محافظة بابل في أي مكان وليس في مقرهم يعني في أي مكان. ثانيا نحن خرجنا من أجل بناء بلد. نحن خرجنا من أجل بلد. نحن لا نبحث عن راتب شهري ولا نبحث عن قضية أنه أنا أريد أعيش وآكل. لا، الآن نحن خرجنا نبحث عن وطن. أنت مثقف أستاذ وفاهم الموضوع. الوطن في العراق لا يوجد وطن. هنالك كتل سياسية، هنالك أحزاب قد باعت الوطن وكل أخذ حصته من الكيكة التي قسمت بينهم. نحن نطالب حتى لو ضحينا بانفسنا. استاذ العزيز بس نريد نوصل رساله للثوار من رخصتك، الثوار اللي ببغداد ابقوا صامدين وان شاء الله احنا اخواتكم هنا متآزرين بساحه الاعتصام، ابقوا ثابتين حتى اسقاط هذا النظام الفاسد، اريدكم كلكم تظلون ثابتين بغداد واحنا هنا اخواتكم بابل كل احنا وياكم صامدين وصابرين ومآزرينكم ان شاء الله، والنصر ان شاء الله كل المحافظات مآزرينكم يا ابطال يا ثوار. وان شاء الله اسقاط الخضراء على ايديكم ان شاء الله، ما لكم علاقه بهالاحزاب الفاسده، اسقطوا النظام الفاسد، واحنا اخواتكم هنا بابل ان شاء الله مآزريكم وايدي بايد وياكم ان شاء الله، وهاي الشباب كلها ان شاء الله، منصورين ان شاء الله. السلام عليكم، انا احد المتظاهرين طالع باسم العراق، لا طالع باسم جهه ولا طالع باسم شيء، هذا هسه الحل اللي احنا نريده، قالت الحكومه كلها وانتخابات مبكره وتحسين يعني الاوضاع الى يعني كلها لازم بحيث توفير السكن للعالم توفير التعيينات للشباب والاهم النقطه الاهم هي اقاله الدوله وانتخابات مبكره الحل الافضل هذا ويعني يحل هواي امور. انتم مستمرين باعتصام؟ راح نستمر باعتصام وهاي الشباب كلهم يعني تصرير ان شاء الله كلها ان شاء الله منتصرين عليهم ان شاء الله. جماعتنا بالناصريه بالعماره بغداد احنا وياكم ان شاء الله وبابل ان شاء الله ما يقصرون كلها شبابها حاضرين. نحن اهالي بابل جئنا هنا متظاهرين لاسقاط العمليه السياسيه الفاسده. نحن نصبنا الخيام لنبقى هنا متحشدين، لا نترك هذه الساحات الا بعد اسقاط هذا النظام الفاسد، هذا النظام الدكتاتوري. والان جميع الطبقة الحاكمة هم دكتاتوريين، رئيس الوزراء دكتاتوري، لو في أي دولة من دول العالم هذه الشهداء وهذه الجرحى لكان كل الحكومة استقالت وتركت مناصبها، ولكن للأسف الشديد الشعب مغرور في هذه الحكومة، خرج على هذه الحكومة، لو هم يقولون نحن الشعب انتخبنا، الآن الشعب خرج لإسقاطكم، اتركوا هذا الشعب في محنته، اتركوا هذا الشعب يا حكومة يا فاسدة. كفاكم تسويف لهذا الشعب، كفاكم كذب، انتم ناس كاذبين. الشعب فقدت الثقه بين الشعب وبين الحكومه، لا توجد اي ثقه بيننا وبينكم، مهما تقولون لا نصدقكم حتى ولو كان كلامكم صادق. نحن نكذبكم بكل شيء لان صار 16 سنه انتم تكذبون علينا، اي خدمات ماكو، واردات العراق ممكن في سنه واحده تبني العراق باكمله.
16 سنة تسرقون أموالنا ونحن جياع، لا مدارس لا صحة لا تعليم، كل شيء ما موجود بالعراق للأسف الشديد. اتركونا اتركونا، لا نترك هذه الساحات أبدا إلا بعد أن تتركونا أنتم وتخرجون من العراق. من أينما أتيتم أخرجوا، أهل العراق أبناء العراق سيحكمون العراق إن شاء الله. زين، نحن نعرف شعبنا وإحنا نقدر نحكم شعبنا، أنتم أتيتم من الخارج، كل شخص لديه جنسيتين، أنا شو أسوي يحكمني ويبوق أموالي ويتركها؟ ولا واحد من السياسيين عمل أي شيء بالبلد، أي مؤسسة ما عملوها هنا بالبلد حتى إحنا نشتغل بها وتفيدنا بالبلد. كل المؤسسات اللي عملوها وكل الأموال اللي أخذوها نقلوها لخارج البلد ويشتغلون بها خارج البلد ويستفاد منها البعيد، وإحنا كل شيء مستفاد من الأموال اللي سرقت، حتى الأموال اللي سرقتوها من عندنا كان تبنون بها نافذ مؤسسات حتى إحنا نستفاد من عندها. لكن للأسف الشديد كل أموالكم نقلتوها للخارج، كلكم سراق، وكل واحد من عندكم يقول اضربوا اضربوا الفاسدين. من هم الفاسدين؟ هل إن الشعب هو الفاسد أم أنتم الفاسدين؟ خرجنا اليوم من مظاهرات وأهالي بابل كلهم خرجوا لتظاهرات مليونية لمؤازرة الشعب العراقي المظلوم الذي انظلم طيلة السنوات المضت، وحقوق الشعب كلها انسلبت من وراء السياسيين اللي كل يوم يوعدون بالشعب وكلها كذوبات. اليوم احنا نطالب من هذا المنبر وهو إلغاء مجالس المحافظات وإلغاء البرلمان وجعل الحكم رئاسي. تدرون إذا لغى البرلمان وإذا لغت هاي الامتيازات الخاصة والله شباب العراق كله يتعين، وإن شاء الله تسهل الله وأهل البيت. هذا هاي الكلمة من هذا المنبر وهي واصلة كل الشعب العراقي، تسهل الله وأهل البيت. ظهراتنا والله نطالب هواي مطالبتنا، أولا شباب هاي البطالة، ثانيا عندنا المدارس ماكم خربة فلشوها كلها ما رجعوا بنوها، ثالثا عندنا يعني امور هواي شغلات، هاي التعيينات هاي الشباب العطاله بطاله لا شغل لا عمل، قام يجيبون منين ما منين جنسيات بنغلاديش ايراني قام يطبون يشتغلون هنا، ها عيني هواي هواي شغلات نطالب بها. احنا اليوم طلعنا نطالب بحقوقنا، ما نطالبين من واحد، يعني البلد بخيرات كلش هوايه، بلد كلش هوايه بخيرات، يعني هسه خيرات ترابه فلوس، ترابه فلوس البلد، يعني كل شيء ما محصلين من عنده، يتقاسمون الكعكه بيناتهم بين البرلمان بين اعضاء مجلس محافظه بين المحافظ بين منا مقاسمينها بيناتهم الكعكة. شنو اللي محصلينه احنا؟ هاي شوف الشباب كلها عطالة بطالة، شنو اللي جابره هسه جاي بهالبريد وبهالعناء هذا؟ شنو اللي جابره؟ غير جابره غير جوع العطش، ناس قاعدة بالإيجارات، ناس ما عاد لقمة خبز تاكل، كيلو طماطم اليوم بألف ونص مدري بألفين دينار، منين تشتري هاي العالم؟ ها بس اردفتهم، يعني الدولة ما جاية تباوي، أنت بوك بوك بس تشبع، انطر هاي العالم، أنت بوك ما عندك مشكلة. بو بس يطل هاي العالم خطية، هاي كاتلها جوع العالم، لا عطالة بطالة لا شغل لا عمل لا وظائف، لا وظائف، يعني هاي وظائف شاغرة الصحة النفط التربية يعني بس ردفتيهم شنو؟ رعد الجبور من صفحة، ذاك الثاني من صفحة، علي الشلاه من صفحة، شنو اللي حصلنا؟ شنو اللي حصلنا؟ مدارسنا فلشوها ما رجعوا بنوها، هسه جاي نعاني بأطفالنا، يعني شنو الدوامات الثلاثة بالمدرسة؟ شنو اللي حصلنا احنا بالدولة؟ صار 15 سنة الدولة شنو اللي حصلنا؟ شنو اللي قدمتها لنا؟ بس ردفتهم شنو اللي قدمته لنا؟ غير قدمت شيء استفاد من عند الشعب، سووا شارع، سووا جسر، شنو اللي سووا؟ بنوا مدرسه، بنوا دار الصحه، كل شيء ما سووا، هم بيناتهم صار لهم 15 سنه يطلعونه من مجلس المحافظه يحطونه ببغداد بداره راتب يسلم ما ادري ايش قد يتقاضى شهريا، لو ها يعني اشكال اشكال الشغلات كلهم حراميه وكلهم نشاله وكلهم كلوا البلد من هالفتش لهالفتش. الله وكيلك والعباس كفيلك. اول شيء نحيي هاي الشباب، هاي الغيره اللي من يشوفها صدق تحس بروحك ان انت عراقي، عراقي اصيل، مو هاي اللي طلعت الكلمات المندسين والبعثيه وما اعرف شنو، لا عراقي، شباب عراقيه ملت من الضيم،
ملت من القهر من الظلم ملينا صار 16 سنة شعب مو غشيم احنا كل شيء نعرف اعطيناكم مجال مرة ومرتين وسنة وسنتين 16 سنة لحد ما اكلتونا وشربتونا كافي كافي خلص يصير عندكم غيرة وطلعوا طلعوا هاي الشهداء اللي راحت بواحد عشرة وهسه اليوم بغداد الشهداء اللي راحت ما تحسون انت من تنام بالليل يا المسؤول من تخلي راسك على المخدة وتنام بس اريد افتي ما عندك ضمير ما عندك شباب ولد ما عندك تشوفهم تشوف طوله تشوف ابنك وطوله من تجي طلقه ما تحس بروحك تبدل روحك بهاي الشباب يا اخي كافي كافي والله ملينا والله انطينا مجال لان احنا شعب مسالم 16 سنه بكتونا من هالفتش لهالفتش كافي حسوا على ارواحكم وطلعوا ما نريدكم خبلتوا هالشعب هذا خبلتوه ماكو تريد لك شاب مرتاح ماكو لا اللي عنده فلوس مرتاح لا الفقر مرتاح عدمتوا الطبقه الوسطى الخريجين يتخرج منها يروح يشتغل صانع يا اخي حسوا بهالبلد هذا وإذا ما تخافون من رواحكم ومن هالناس هاي الشعب المسالم خافوا من الله خافوا من الله تطلع بجهالكم تطلع ببزركم كافي حسوا على رواحكم الله أكبر عليكم فكري اللي على شبابنا شباب هاي قاعد تباع لها كلها خريجين وناس حتى إذا مو خريجين فرصة عمل يا أخي صار 16 سنة بس أريد أعرف اللي قدمتوه شنو 16 سنة اللي قدمتوه شنو أبسط أشياء ظلت العالم تحلم بها التبليط شارع ما أعرف شنو جسر سووا كيفوا العالم وقالوا هذا زين عم العالم ما وصلت هاي الدول المجاورة هذا القطري يمتلك راتب أكثر من 2000 دولار وقطعة أرض مساحة أكثر من 2000 متر شنو اللي سويتوا أنتوا ما تستحون ما عندكم كل ضمير أنتوا يا أخي شو واحد ما يريدك إحنا اللي جبناكم ما يريدكم طلعوا هل يجي واحد بدالكم إنسان شريف والله كلكم مو شرفاء وباسم محافظة بابل المتظاهرون وجميع المظاهرين في محافظة البلاد نحن نطالب إقالة الدولة كلها الشلع قلع أولا احنا هسه 17 نائب المحافظة الحلة تعال قل اللي سووا 17 نائب تعال شوف الخدمات تعبانة الصحة تعبانة المدارس تعبانة عندك هنا مدرسة عبد الكريم قاسم عطلة صار لها 6 أشهر بعد الدوام بدأ قبل بشهر فلشوا المدرسة وحولوا هنا هاي المدرسة المعرفة صارت بيها 3 دوامات 4 يعني الدوام يومية ساعتين السلام عليكم في مال لا يبدأ من 7 للـ9 والدوام الثالث من 11 للثنتين الظهر غير المدارس عرفت شلون وغير المدارس الوضعيه تعبانه احنا مظاهرتنا ان شاء الله اريد ذولا اقالتهم ما اريدهم عمي تعبونا عرفت شلون اقالت الدوله كلها شلع قلع ما اريدهم هنا يبقون خلي يشوفون مديره هاي المتظاهرين محتصبين هنا وما يروحون ولو ظل هنا لحد الموت تفتهمني لو لا زين وشكرا كل شيء انتهى كل شيء خلاص احنا بعد ما عندنا مناشدات ما عندنا مطالبات عندنا طلب واحد هو تغيير الطبقة السياسية الحاكمة تغيير النظام السياسي صار 16 سنة من هذا النظام ما شفنا إلا الويلات ما شفنا إلا العذاب احنا نطالب بتغيير النظام السياسي وغير هذا ما عندنا اليوم اعتصامنا مفتوح وراح نبقى معتصمين إلى أن يتغير هذا النظام السياسي اللي يدمر هذا البلد هذا البلد من إجوا كان صار 16 سنة حولوه إلى جزيئات إلى دول صغيرة راح يحولوه العراق إحنا خدناه من بهاتنا دولة وحدة وراح نطيل أبنائنا دول تحكمه ميليشيات إحنا أهل الحلة كل إحنا طالعين ومو بس أهل الحلة الأقضية والنواحي كلها طالعة وهاي الخيام ناصبها عايفين شغلنا وعايفين عوائلنا وميتنا من التعب ها وكاتلنا الجوع وكاتلنا القهر الريد ذولا يطلعون المحافظ يطلع مجالس المحافظة البرلمانيين الوزراء عادل عبد المهدي كلهم ما حد يريده ما حد فادنا من الفادنا هاي الشباب كلها عاطلة قاعدين ما حد متعين يخلص دراسة يعني يصرف على عائلته وعلى هاي يشتغل عماله من الصبح اللي يتخرج ويقعد ماكل لا شغل ولا عمل
اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اريد بس من الشعب، بس من الشعب اريد الكل تتظاهر، الكل تتظاهر، ماكو واحد يظل هنا. يعني عيب واحد يتظاهر وواحد ما يتظاهر، ناس تفتح، ناس تعزن، وناس وناس وناس. الله وكيلك ناس قاتلها الجوع، قاتلها الجوع. يعني الله اكبر، الله اكبر. انا صح مواليد 2002، يعني العراق من 2003 لحد هسه ما استقر. الله اكبر، الله اكبر. شيء لنا شغلتين، اذا ما يصير تعديل الدستور العراقي يصير قانون انتخابات، ليس لا تغيير وكل شيء ما يصير. هذا المطلب، اذا ما يصير تعديل الدستور العراقي قانون انتخابات يضمن حق اي مرشح مستقل، مو الا تابع للاحزاب. اليوم اي عضو او اي احد ما يقدر يرشح اذا ما ينتمي الحزب. احنا نريد ناس مستقلين ما تنتمي لاي حزب، بعد عن الاحزاب، بعد عن المحاصصه. الله يصير عندنا نظام، يصير عندنا كل شيء. ما تصير خدمات اذا موجوده هاي الاحزاب، كل شيء ما يصير. ما طول استاذي، ما طول هاي الاحزاب موجوده اليوم ما يصير تغيير. احنا نفس الوجوه. سياره عندك يتغير بس سائق، هي سياره تعبانه، احنا شو نغير؟ نغير السياره على موت ننهض. يعني هذا وضعنا، وضعنا اذا ما يتغير الدستور العراقي ويصير عندنا نظام حالنا حال اي دوله بالعالم. بس احنا الدوله الوحيده دستورنا ما نعرفه شنو، ماكو. هسه اي مواطن قل له شنو دستورك ما يعرفه. الدستور العادي يتعدل من جديد، قانون انتخابات يضمن حق الجميع. يا الله اليوم يصير تغيير، غير هذا الشيء كل شيء ما يصير. لا خدمات، لا مدري شنو، هاي شغلات صارت قديمه بعد. والسلام عليكم. وريد تغيير دوله، تسقيط حكومه، تسقيط حكومه، نريد هاي الحكومه، نغير الدستور، ما نريد احزاب. اريد حزب واحد مستقل اللي هو الشعب. زين، اريد عينكم على الشعب، مروتكم مروت الله. زين، وهاي الثوره نفس ثوره الامام الحسين ان شاء الله، ثوره سيد علي السيستاني. نشكركم على الجهود المبذوله من حضرتكم. احنا نقول بس كلمه واحده، صدام حسين على شنو انعدم؟ غير على قضيه واحده انعدم، بس على قضيه حلبجه. وهسه المتظاهرين اخوتنا اللي ببغداد وبالمحافظات اللي انقتلوا، وين الحساب عليهم؟ وين؟ نريدهم يتحاكمون. شلون يتحاكم صدام حسين؟ نريدهم يتحاكمون، بس هاي نريدهم. نريدهم يتحاكمون. شلون يتحاكم صدام حسين؟ ليش؟ شنو الفرق عن صدام حسين؟ هم اكو فرق؟ كل فرق ماكو. صدام حسين قامت العالم تترحم له، تترحم له من وراهم عمي، تترحم له قامت العالم. بيضوتشه عمي، ما قصه صدام حسين. تعال انشر لك منشور على صدام حسين، كله تقول الله يرحمه، من ورا سوالفهم المكسره حراميه دبسزيه. صدام حسين حكم على قضيه واحده، على قضيه واحده انحكم اعدام. ليش ما ينحكمون هم؟ ها، الله ينغسلهم، الله يطيح حظهم، هم والله ينجازون. هي وين؟ ايش مهما يكون، وين تروح تاليها تموت. هذا الشعب براهم، والله الشعب براهم. وثرنا بعد، هاي انتهت بعد، ابد الله يشهد، ابد بعد. ثوره رحم الله والديك. اكو هيك يعني فد شيء، يعني اريد اوصل للواقفين ولكم، اكو وصلت قاع بين بيتين، هذا جاي مشتري عليه، كل ما يريد يشتري هاي القطعه مال الارض. دولة شو يقولوا له البيتين؟ هو شو يقولوا له؟ يقولوا له هاي القطعة ما تفيدك، هاي هنا مشاكل عليها، هاي عليها ورثة. كل ما يروح نفس الحكي، ورا شهر شهرين معزوم بغير منطقة. فقالوا له يابا هاي القطعة ردت اشتريها وما حد خلاني. جاي يقول له يابا هاي القطعة ذولا مستفادين من عندها. قال له شلون مستفادين؟ قال له ذن البيتين هذا مخليها جراج سياراته، والبيت الثاني مخليها شكو وصاخه عده ذابها وين؟ فانا المقصود من كلامه واضح. خوش ايران وكان السعوديه وكان امريكا مو بحبه بينه. يعني امريكا من جايبت له 4000 من الشرطه، مدري ثوار حرس الحدود، مدري شنو، يعني حفاظ علينا؟ انا اسالكم حفاظ علينا؟ لا. خوش يعني يريدون شنو؟ الخراب. شنو شرد عمي؟ ما في سنين، بس دقيقه خوش. يعني بروح على ابوك، يعني ماكو زلم تحمي زوار الحسين دازيل على اسمه فوز ايرانيه. خوي اسمع، ماكو زلم عمي. فالمقصود تحمي زوار الحسين احنا، فالمقصود من كلامي شكو وصاخه، شكو وصاخه هاي الدول ضابيها علينا.
بس انا مع الاسف احكي حكايه واحده على من يعني معقوله ما معقوله ما عندنا شيوخ. انا هسه يعني اليوم انا هسه شفت المظاهرات كلها وبالفيس شفتها وتابعت التلفزيون ما شفت اهل عمايم واقفين ليش 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 بس برقصاتكم بس برق ليش ليش يعني القنوات كم قناه عندنا كم قناه عندنا انا اريد اسالك واش كم قناه ليش مال البحرين كلها ناقليه ومن وصلت لنا خاف احكي حكايه خاف احكي حكايه تاخذوها بغير قصد يعني من توصل لنا تنسد يحترضون على الاسف ليش يعني احنا مع الاسف والله العظيم مع لو كل شيخ هسه احنا بالحله لو عندنا 20 شيخ ما اريد 20 كل واحد عنده بس 1000 واحد جوا اليوم يسدون الحله مو بس المحافظ يعزلوا مو بس المحافظ بس عيب يعني احنا الى متى الى متى هاي الشباب يعني شوف هسه هسه اطلع وياي صورها كلها من الواقف اكثر واحد تلقاه 89 خوش بس الشباب بس الشباب واقفه خوش ليش ليش يعني احنا الى متى الى متى نبقى هيك. اناشي شبابنا انه يصمدون ويبقون على ثباتهم لان هاي الحكومه حكومه ظالمه اذا لو مو ظالمه ما تقطع راتبي انا الانسان الضرير انا الانسان الضرير انا ما عندي غير راتب الرعايه وقطعوه فانا اطلب من شبابنا انه يبقون على اصرارهم وعلى المظاهرات لحالي حالي فانا اطلع على في سبيل انه ان نبدل الحكومه لان الحكومه ظالمه. اول شغله الغاء مجالس المحافظات والغاء مجلس النواب. ثاني شغله الدماء اليوم سقطت والله وحق خالد ابو السجاد ما تروح دماهم هدر كلهم نخلي يسمعون من رئيس البرلمان اللي توعد ينزل بسترته ما رئيس سترتك عمي تعال شوف العالم اللي سقطت هنا شهداء هذول الخونه من عادل عبد المهدي رئيس البرلمان للسياسيين للاحزاب كلهم خونه ولو بهم شريف ما يعطون اوامر صدام حسين انحكم بالاعدام على مود قضيه الدجيل 148 شهيد هسه حاليا بالالف شهيد المفروض عادل عبد المهدي هو وزير الدفاع هو وزير الداخليه وكل مسؤول امني اطلب امر اطلاق رصاص محكمة جنائية العراقية بس احنا مين قضاء اذا القضاء متمثل بمدحت المحمود وهو بحثي اصلا بحثي مين بعد كلهم خوانة ما بيهم شريف والله ما بيهم شريف لو بيهم شريف خلي ينزل يشوف العالم بس هم ما بيهم خير وان شاء الله مكنوسين لا عودة لهم نكون او لا نكون اما الموت هنا ها لو مغيريهم ومطلعيهم خارج البلاد مثل ما كانوا وين كانوا هذول خونة وما يبقون إن شاء الله وإحنا صامدين وأشكرك حبيب. طبعا إحنا ما أريد بس شغلتين هنا لا أريد تعيينات ولا أريد كل شيء أريد بس الدولة تسقط ومن تسقط الدولة نشكل حكومة إحنا وبعدين براحتنا نطلب تعيينات أو شيء غير إسقاط الدولة ما أريد بس هذا اللي عندي. السلام عليكم. أول شغلة مطالب المتظاهرين هي إقالة مجالس المحافظات في عموم المحافظات وإقالة مجلس النواب. ثانيا يعني مخصصات للجرحى للشهداء كل شيء ماكو مجرد قرارات والقرارات لم تنفذ. راتب الشهيد يعني مدى يوصل وما يوصل إلا يعني بشلاع القلب وغيرها لا قطع عرض لا رواتبهم كاملة لا حقوقهم مستلمة شغلة لا ماء لا كهرباء لا تبليط يعني الدولة وين يعني هل هي غافلة من هذه المواضيع
أم هي مصرة أن لم تنفذ؟ ما الأمر؟ إحنا نريد أن نعرف، يعني إحنا هسه إحنا شعب، أغنى شعب بالعالم، أغنى شعب الشعوب هو الشعب العراقي، ولا لا كهرباء وكل شيء ماكو، يعني مجرد أنه تحلم راح يسوي لك تبليط، تحلم يجروا لك مي، وإذا جروا لك مي يعني حتى المي مجرد اسمه إسالة مجرد. وشكرا. إعادة البطاقة التموينية بكافة فقراتها بما يحقق اكتفاء ذاتي للعائلة العراقية. هذه راقية أسوة بالأنظمة الصحية الموجودة في قلة البلدان الغربية. ثاني عشر تكون الدراسة بكافة مراحل. Субтитры сделал DimaTorzok.